هؤلاء الذين يتبجحون الآن ويرمون الإباضية بالخوارج، قلنا لهم وقلت لهم أن الخوارج أساساً ارتعدت فرائص أسلافكم منهم ولم يقض عليهم إلا الإباضية، لأنه كما يقال لا يفل الحديد إلا الحديد. من الذي قضى على الأزارقة غير المهلب بن أبي صفرة؟ ومن الذي حمل البصرة منهم إلا المهلب بن أبي صفرة الأزدي العماني وأتباعه؟ ومن الذي قضى على الصفرية إلا الإمام الجند بن مسعود في المشرق؟ ومن الذي قضى على الصفرية إلا الإمام عبد الرحمن بن رستم والإمام بن الخطاب المعافري أولا قضى عليهم من وأجلاهم من القيروان في تونس في شمال إفريقيا؟ هذه الدعاية التنفير عن الإباضية، أن هؤلاء من الخوارج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. المشايخ الكرام، أيها الإخوة العزاز الكرام الفضلاء، أيها الأبناء الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ذي بدء لا بد من إظهار الفرحة والسرور والبهجة والحبور بإنشاء وقيام هذا المسجد المبارك، ولذلك فإني أهنئ نفسي أولاً بوجوده وقيامه وإنجازه، وأهنئكم جميعاً بهذا الإنجاز، وأخص بالتهنئة والشكر القائمين على إنجازه وعلى إقامته وعلى إنشائه، والشكر يصل إلى كل من ساهم بقول أو فعل في قيام هذا المسجد العامر بإذن الله تعالى. لقد أثرتم فينا الشجون بتسمية هذا المسجد ونسبته إلى شخص عظيم في التاريخ الإسلامي بصفة عامة وفي التاريخ العماني بصفة خاصة، ألا وهو الإمام العظيم المجاهد البطل الجلندة بن مسعود من آل الجلندة، الذي يعتبر مؤسس الإمامة في عمان، الشيخ محمد بن عبد الله بن أبي المؤثر، كان يثني على الإمام سعيد بن عبد الله بن محمد بن محبوب ويقول: لا نعلم أحدا في أئمة المسلمين أفضل من الإمام سعيد بن عبد الله. فعلق الإمام نور الدين السالمي على هذا القول، قال: قلت ولا أعدل بالجلندة بن مسعود إماما، فإنه قد جمع بين العلم والشهادة. وزدت عليه أنا في كتاب الوسيط وقلت أنه أيضا مؤسس الإمامة في عمان، لأنه أول إمام في عمان. هذا المجد العظيم الذي تجمع لذلكم الشخص العظيم يستحق منا هذه الوقفات وهذه المواقف، ويستحق منا أن نستعيد سيرته وذكراه. الإمام الجلندة بن مسعود تعرفون أولا قبل كل شيء أن عمان دخلت في الإسلام في عهد أجداده وآبائه من آل الجلندة. آل الجلندة زينوا الملك في عمان في الحقيقة،
قبل الإسلام وبعد الإسلام. وصل الإسلام إلى عمان على مرحلتين، الأولى بذهاب الصحابي الجليل مازن بن غضوب الطائي السمائلي، ورجع من عند النبي صلى الله عليه وسلم مسلماً حافظاً لما نزل من القرآن، مصلياً، وأخذ ينشر رسالة الإسلام في محيطه السمائلي وفي قبيلته طي. ولذلك عندما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشره بأن الإسلام أخذ ينتشر في عمان، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأهل عمان بكل شيء، بكل أمر، بكل أمور دنيوية وأخروية، لأن أخبره وبشره بأن أهل عمان دخلوا في الإسلام أو أخذوا يدخلون في الإسلام. فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الرسالة العظمى، وهو صاحب الرسالة الإسلامية، وفي طبيعي أن يفرح بهذا النبأ وبهذا الخبر. وعمان في ذلك الزمان بعيدة عن الحجاز نسبياً، لأن الحجاز يقع في الجهة الشمالية الغربية من جزيرة العرب، وعمان تقع في الجهة الشرقية الجنوبية من جزيرة العرب. فشيء طبيعي أن يفرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر السعيد. وبعد ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل عمرو بن العاص مندوباً منه إلى أهل عمان، إلى ملكيها جيفر وعبد ابن الجولندة بن المستكبر من آل الجولندة، ودخلا في الإسلام. جيفر وعبد دخلا في الإسلام، وانتشر هنالك الإسلام إلى كل ربيع عمان. تقول الرواية أن رسول جيفر ما كان يأتي إلى مكان من عمان من الشحر وحتى دبا، ما كان يأتي إلى قوم يخبرهم بالإسلام إلا ويدخلون في الإسلام. فلذلك انتشر الإسلام في عمان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح يشكل ظاهرة اجتماعية في عمان. ولذلك صارت عمان داخلة في الإسلام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من دون مقاومة، هكذا استجابة للحق. طبعاً هو لا شك بتوفيق الله عز وجل لهم دون مقاومة. النبي صلى الله عليه وسلم خاض حروباً، يعني المدينة المنورة فقط التي لم يحاربها النبي صلى الله عليه وسلم قبلة الإسلام هي الأنصار في المدينة المنورة، والأنصار هم الخزرج من الأوس والخزرج، وإلا كل الجزيرة العربية ما دخلها الإسلام إلا بالسيف، لأنهم عاندوا الإسلام وعاندوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أهل عمان عندما بعث رجلاً إلى قوم فسبوه وضربوه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سبوه وضربوه في أهل الطائف لما ذهب إليهم، فكيف بمن يبعثه؟ فبعث رجلاً إلى قوم فسبوه وضربوه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، هذا الذي حصل لي، ما قدرت يعني أسوي شيء، ما قدرت، سب وشتم وضرب. فسبوه وضربوه. فهنالك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك، لو أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك. والحقيقة أن أهل عمان هم الوحيدون الذين لم يجابهوا الإسلام، بل قبلوا بالإسلام ودخلوا فيه طواعية ورغبة، وهذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليهم به. طبعاً بعض المعاصرين يقول لك أن هذا دليل على ضعف الشخصية العمانية، بأنها مثلاً تتقبل أي شيء يأتي إليها، ويتبعون كل حد يأتي إليهم يدعوهم، وهذا. لكن لا، الإسلام ما فيه ضعف شخصية، قوة شخصية. الإسلام فيه قبول حق. العمانيون قاوموا من غزاهم،
وحاربوا من غزاهم، وحاربوا من هاجمهم، وأخرجوا من جاء إليهم غازيا ومحتلا. فهذا دليل على عدم ضعف الشخص العلماء، لكن ذلك توفيق من الله في قبول الإسلام وقبول الحق، وليس نتيجة ضعف الشخصية العمانية. المهم على أن الإسلام انتشر والحمد لله تعالى في عمان من أقصاها إلى أقصاها، وذلك في عهد الملوك من آل الجلندة الذين حكموا عمان قبل الإسلام وبعد الإسلام. لذلك يعني حتى وصل ملكهم إلى الضفة الشرقية لبحر عمان، إلى منطقة اسمها الهزو. يعني لذلك الشاعر يقول إن خير الملوك آل الجلندة، إشناك محتل وعشيرة، ملك البحر بعدما ملك البر، وفاق الملوك نيلا وجودا، تلك أبناؤهم تخر لها الفرس إلى اليوم في الهزو سجودا. يعني فكانوا يعني استمر حتى ملكهم هنالك إلى ما بعد الإسلام، ومنهم بنو عمارة طبعا الذين استولوا على مناطق شاسعة من الضفة الشرقية لبحر عمان. نعود إلى القول عن إسلام أهل عمان، فقد أسلم أهل عمان والحمد لله أخرجوا الفرس. هنا تكمن قوة الشخصية. يعني هنالك قبلوا الإسلام بتوفيق من الله تعالى، ولكن لا يمكن أن يقروا الفرس على مجوسيتهم، فخيروا الفرس إما أن يدخلوا في الإسلام كما دخلوا، لأن أخذتهم أريحية الإسلام، قالوا لقد بعث منا نبي، فإما أن تدخلوا فيما دخلنا فيه أو تخرجوا من بلادنا. كان هنالك اتفاقية بين كسرى، بين حكم الساسانيين وآل جولندا، في أن تكون هنالك منطقة كمحمية كمعسكر للنفي تقريبا من قبل الساسانيين الفرس، والمنطقة تسمى دستجر، وباللغة الفارسية دستجر سألت عنها قيل إنها معنى المعسكر، بمعنى المعسكر دستجر التي ذكر في التاريخ العماني بأنها مدينة كان فيها الفرس، وهي جزء مدينة صحار في شمال القلعة، قلعة صحار في تلك المنطقة. قالوا دستجر بمعناها باللغة الفارسية المعسكر، أو بناء أو 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 بناء العسكر أو مدينة العسكر، يعني مثابة المعسكر أو سكن العسكر، هكذا معناها. دخل الناس في الإسلام، ودخل أهل عمان في الإسلام وهم من آل الجلندة. ثم صار في الخلافة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خليفة رسول الله الأول. فكيف العماني كان موقفهم؟ قال عمرو بن العاص أبغى أرجع، توفي النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا له نرجع معك، ما نخليك تصير وحدك أبدا. خرج معه عبد بن جولندا ومعه 70 رجلا من وجهاء أهل عمان، رافقوه إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وسلموه إلى الخليفة. ولذلك عندما قام يخطب رئيس الوفد العماني قيل أبو صفرة والد المهلب بن أبي صفرة، وقيل شخص آخر، قالوا يا خليفة رسول الله هذه وديعة كانت في أيدينا سلمناها إليكم. فهنالك أثنى أبو بكر الصديق على أهل عمان كما أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتمع لأهل عمان من الثناء ما لم يكن لأحد، ثناء من النبي صلى الله عليه وسلم، وثناء من خليفته الأول أبو بكر الصديق، وثناء من خليفته عمر بن الخطاب كذلك. يعني وعمان سلمت تبعيتها إلى الخلافة الراشدة على مرور الخلافة الراشدة من أبي بكر إلى عمر إلى عثمان إلى علي بن أبي طالب. ولكن لما حدثت الفتنة الكبرى وانقسم المسلمون وصارت الحروب، وآخرها الحرب القاصمة حرب صفين، واستولى معاوية بن أبي سفيان على الأمر، فانتقل الحكم من صفة خلافة إلى صفة ملكية. هنالك العمانيون طبعا قالوا لا نسلم لمعاوية، لأن كنا أول تبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعنا خلفاءه الكرام العظام، أما معاوية فليس له حق علينا.
ثم عاد بدأت طبعا الحروب تجاه عمان من قبل عبد الملك بن مروان عن طريق واليه الحقيق بن يوسف، وصارت الحرب. وكان آنذاك على الحكم سعيد وسليمان ابن عباد بن عبد ابن الجولندا ابن مسعود ابن المستكبر، الذين حاربهم الحجاج، ثم انتقلوا بأسرهم وذراريهم إلى شرق إفريقيا. فهنالك خضعت عمان للدولة الأموية، وبعدها جاءت الدولة العباسية. وفي بدايتها برز هنالك طبعا في آخر الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية أظهرت الدعوة الإباضية ثمرتها في قيام دول الإمامة، دول الإباضية، دول إسلامية قائمة على العدل الدقيق والمساواة الدقيقة. فأول قيام لكيان سياسي يحمل اسم المذهب الإباضي في صورته الإسلامية كان في اليمن، وهو الإمام طالب الحق عبد الله بن يحيى الكندي. وبما أن الجميع سواء جولندا بن سواء عبد الله بن يحيى الكندي أو أبو حمزة الشارق القائد الذي هو الذراع الأيمن مع عبد الله بن يحيى الكندي أو الإمام جولندا بن مسعود، بما أنهم كانوا كلهم زملاء في معهد الإمام الكبير أبي عبيدة مسلم بن أبي كريم التميمي في البصرة في ذلك المعهد الميمون، كلهم كانوا قد حضروا قيام دولة الإمامة الأولى في الدول للمذهب الإباضي في اليمن. وبعد أن انتهت نتيجة المواجهة مع الدولة الأموية تحمست الفكرة لدى الإمام المجلندة بن مسعود، كيف لا وهو سليل الملوك من آل الجلندة وعنده زملائه من تلاميذ أبي عبيدة ومن العلماء العمانيين، فعمدوا إلى تنصيبه سنة 132 للهجرة، يعني بالمرة بعد قيام الدولة العباسية. في تلك اللحظة عينوا واليا اسمه جناح بن عبادة الهنائي، ثم ابنه محمد بن جناح، ورجل فاضل وطيب ورأى أنهم على الحق وساندهم في قيام الدولة ولم يعارضهم، فاجتمعوا على نصب الإمام الجولندا بن مسعود. هنالك قامت الدولة الإباضية، دولة الإمامة الإباضية في عمان، وهي دولة الإمامة الأولى سنة 132 للهجرة. والتف حولها العلماء والتف حولها أهل الفضل، لأن الإمام الجولندا كان يجمع صفتين، يجمع أو صفات، يجمع صفة العلم، فعنده علم لأنه من تلاميذ الإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريم في البصرة، وعنده الفضل الذي يواكب العلم في 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 في, في, في الغالب، وعنده الانتماء الأسري القوي، لأن الناس أيها الإخوة دائما لمن تقدمت له أياد بيضاء عند الناس، الناس يحنون عليه يرغبون فيه، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما كان يجادله الأنصار حول الخلافة، قال إن العرب لا تخضع إلا لهذا الحي، يعني العرب ما تخضع، يعني ما نحن نريد نستأثر بالخلافة أو بالأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لو خرجت عن هذا الحي الذي هو قريش إلى غيرهم من قبائل العرب بتكون فتنة. إن العرب لا تخضع إلا لهذا الحي من قريش، يعني فنحن ما عندنا مشكلة أن يكون شخص من الأنصار أو شخص من قبيلة ثانية، ولكن هكذا العادة جرت عند العرب، من تقدمت له سمعة حسنة وعدل في الأمر وأياد بيضاء الناس ترغب فيه. وهذا الذي جرى بالنسبة إلى الإمامات الأخرى،
لأن عندما يأتي الابن ويبايع بالإمام بعد أبيه ليس بمعناته على أنه هو على لكن أن تقدمت له يد فذاك يحفظ الأمن. فالإمام ابن مسعود اجتمعت له هذه الصفات، هنالك انتماء أسري. وطبعا ولذلك أيها الإخوة الحكم في حقيقته حتى أثناء الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية لم يخرج الأمر من أيدي أولاد الجولندر، آل الجولندر. لماذا؟ كانوا بمثابة الولاة أو العمال للدولة الأموية والدولة العباسية في بدايتها وبعد انتهاء إمامة الإمام جولندر بن مسعود، وسوف نتعرض لهذا. تركوهم أول الأمويون ثم العباسيون ولاة على عمان، ولاة لهم. فلذلك الإمام جولندا كانت تجتمع في هذه الصفات، فاختاره العمانيون إماما لهم، وضرب أروع الأمثلة في العدل والإنصاف. وأهم شيء قام به الإمام جولندا بن مسعود العلم والإرشاد والتوعية، بما أن الحكم كان آنذاك حكما دينيا تحت مظلة أو تحت صياغة الإمامة، بمعنى لا بد أن يكون التوجيه المعنوي بما يشبه الآن التوجيه المعنوي أن يكون قائم على الإرشاد، على تعليم الدين، تعليم القرآن، لأن ما كانت العلوم آنذاك متوسعة. هذا هو العلم. فلذلك نظم جيشه تنظيما دقيقا، فجعل على كل كتيبة فيها 300 شخص عين لهم واعظا كبيرا، وعلى كل 10 أشخاص شخص يعلمهم القرآن. يعني هذا التنظيم كان إنه لم يوجد عند غيره، حتى الذين جاءوا بعده من الأئمة لم يحدث هذا التنظيم. جعل على في كل كتيبة فيها 300 شخص، قال لهم واعظ كبير، عين لهم واعظا كبيرا عالما يوعظهم ويخبرهم عن أحكام الإسلام. وفي كل وعلى كل 10 أشخاص قال يعلمهم القرآن. فنشأ جيش قوي، يعني موجه معنويا كما يقال، ما يشبه الآن التوجيه المعنوي. التوجيه المعنوي هو تكريس عقيدة كل جيش، كل جيش له عقيدة، كل جيش الآن له عقيدة استراتيجية، هذا بغض النظر عن مفهوم هذه العقيدة. وعقيدة جيش الجولندا كانت الإسلام فقط، الإسلام القائم على القرآن وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى السلوك القويم الناتج منهما والمتمثل في العلماء والأفاضل والأشخاص إلى غير ذلك. هذا هو التوجيه المعنوي في حد ذاته. أول من أوجده في التاريخ العماني هو الإمام الجولندا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. المحاولات طبعاً ضد عمان لم تنتهي، لأن تلك الأيام الحروب، الحياة قائمة على الحروب وعلى الغزو، إما الحروب الداخلية وأما الحروب الخارجية. الحروب الداخلية قضى عليها الإمام والحمد لله رب العالمين، ووحد عمان من سقطرى وإلى قريب من أرض اليمامة. هذه كان حوزة عمان الذي الآن يطلق عليها عمان الكبرى، من سقطرى عبر المهرة عبر الشحر إلى اليمامة في نجد. هذه كانت مساحة العمانية. كان سقطرى خاضعة، وطبعاً وهذا الحكم وهذه المسافة الجغرافية ما استولى عليها، وإنما ورثها كعمان، يعني ورثها من 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 من, من أسلافه، من أجداده، يعني ما أنه أخذ يعني يحتلها، لا، هو كل ربع بقي في 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 في, في, في الإمامة أو في الحكم فوق سنتين بشوية، لكن هذه ورثها ضمن المساحة الجغرافية العمانية. ولذلك يدل على سيطرته على سقطرى أنه كان جاء في كتب الفقه العمانية كبيان الشرع وغيرها من الكتب الفقهية المطولات أنه كان يأخذ الجزية على نصارى سقطرى،
بما يشبه الآن ضريبة الرأس، الجزية في الشرع الإسلامي على أهل الكتاب الذين يدينون للحكم ويبقون محميين بالحكم الإسلامي، تؤخذ منهم الجزية نتيجة حمايتهم وعدم تعرضهم للخطر في الحياة، فكانوا يؤدون الجزية. فهنالك الجزية مقسمة في كتب الفقه الإسلامي، فكان يأخذ الإمام الجولندا في عادي يأخذ الجزية من سقطرة، هذا الذي جاءت به كتب الفقه عندما تذكر كتب عندما تذكر الجزية في أبواب الفقه داخل أبواب الزكاة. لكنها طبعا هو وحد هذا وأخذ الحكم من يد العباسيين، وصارت القيادة لأهل عمان خالصة الرئاسة والولاة. كان سابقا الرئاسة ترجع إلى الدولة العباسية وقبل الأموية، ولكن صارت من عهد جولندا ترجع الرئاسة والوزارة كما يسمونها كلها من العمانيين، إلى أن جاء شيبان اليشكري وهو صفري المذهب مطاردا من قبل الجيوش العباسية، فجاء يريد أن يستولي على عمان. هنالك وقف له الإمام جولندا بن مسعود وأصحابه، فلاقوه. أين لاقوه؟ كان قد وصل إلى جلفار. جلفار أين هي؟ رأس الخيمة حاليا، هذه جلفار. فاقتتلوا هنالك، فانهزم شيبان وقتل شيبان، وانهزم جيشه وقتل من قتل منهم. فبقيت طبعا بعض مقتنيات شيبان، قال لك عند سيف وعند كان الخاتم وعند بعض المقتنيات طبعا، او اكثر من التاريخ ذكر السيف والخاتم، ولكن هي اكيد اكثر يعني. وبما ان الإباضية لا يجيزون اخذ شيء من اهل القبلة، لا يجيزون غنيمة اي شيء من اهل القبلة، احتفظوا بمقتنيات شيبان واصحاب شيبان كمحفوظات حتى يأتي الورثة ويأخذونها. طبعا هنالك من يهاجم الإباضية بأنهم أمر الإباضية لم يجيزوا أخذ إبرة من قبل أهل القبلة، من قبل المسلمين إذا حاربوه على الإطلاق. الغنيمة من أهل الشرك وليس من أهل الإسلام. أخذوا الغنائم من البرتغاليين وأخذوها كذلك لعلهم من قبلهم من غير المسلمين، لكن من المسلمين في التاريخ الإباضي في حروبهم مع مخالفيهم أو مع موافقيهم لم يجيزوا أخذ شيء من الغنائم على الإطلاق. المهم أن الإمام الجولندا احتفظ بمقتنيات زعيم الصفرية كمحفوظات حتى يأتي الورثة، وهذا أيضاً يدلنا على عدم نسبة الإباضية إلى الخوارج. هؤلاء الذين يتبجحون الآن ويرمون الإباضية بالخوارج، قلنا لهم وقلت لهم أن الخوارج أساساً ارتعدت فرائص أسلافكم منهم ولم يقض عليهم إلا الإباضية، لأنه كما يقال لا يفل الحديد إلا الحديد. من الذي قضى على الأزارقة غير المهلب بن أبي صفرة؟ ومن الذي حمل البصرة منهم إلا المهلب بن أبي صفرة الأزدي العماني وأتباعه؟ ومن الذي قضى على الصفرية إلا الإمام جولندا بن مسعود في المشرق؟ ومن الذي قضى على الصفرية إلا الإمام عبد الرحمن بن رستم والإمام بن الخطاب المعافري أولاً قضى عليهم من وأجلاهم من قيروان في تونس في شمال إفريقيا؟ هذه الدعاية التنفير عن الإباضية أن هؤلاء من الخوارج، وهم الحجاج بن يوسف على جبروته غزالة أخت شبيب
يعني خرجت له في الكوفة وصلت في الجامع وما يعني وما قدر يخرج يواجهها. هي غزالة امرأة أخت شبيب، هذا شبيب يعني الخارجي، ولذلك عيره عمران بن حطان يوم كان قال: أسد علي وفي الحروب نعامة صفراء تفرق من صفير الصافري، هلا برزت إلى غزالة في الوغى أم كان قلبك في جناحي طائري؟ ما أقدر. ويعجيه فينا يعني. المهم نقول لهم أن أساساً أنتم الذين تتهمون الإباضية بأنهم خوارج وتنفرون الناس عنهم، هم الذين قضوا على الخوارج. أسلافكم ارتعدت فرائصهم منهم، ما كانوا يقدرون على مجابهتهم. المهم أن من حادثة يعني حرب الإمام بولندا لشيبان الصفري وجيشه من الصفرية دليل على هنالك فرقا كبيرا بين الإباضية والخوارج. نعم الخوارج قالوا، الإباضية قالوا بإنكار التحكيم، كما أن الخوارج قالوا بإنكار التحكيم الذي يعني يجتمع فيه ناس حول مبدأ من المبادئ، ما معناته أن يصير منهم على مذهب واحد. الإباضية أنكروا التحكيم الذي حدث بين علي بن أبي طالب وبين معاوية بن أبي سفيان، غيرة منهم على خلافة اليوم على ابن أبي طالب، لأنه مبايع من قبل أهل الحل والعقد وهو الخليفة الشرعي، أما معاوية فهو باغ. فليس من المناسب أن يستوي في التحكيم الباغي والمبغي عليه، يعني ما يمكن أن يتساوى المعتدي والمعتدى عليه. هذا إمام خليفة يعني نصب بأهل الحل والعقد من المسلمين، وهو الخليفة الشرعي، الخروج عليه بغي وعدوان، فما يمكن يتساوى هو معاوية ويقال وضع نحكم بينكم، مو أنت معاوية عندك قال عندك ذا، مو أنت ما يصير، هذا مندوب علي وهذا مندوب معاوية. ودخلت فيها المؤامرات وحيكت حولها الكثير من الأمور. فلذلك يعني الإباضية أنكروا التحكيم، كما أن الخوارج أيضا أنكروا التحكيم وانتهت القضية. لا علاقة يعني هؤلاء الخوارج هنالك لهم مبادئ ولهم مواقف من مخالفيهم، والإباضية لهم مبادئهم ولهم مواقفهم من مخالفيهم. يعني الإمام رضا بن إباض لما قالوا تخرج خلا نخرج، قالوا كيف أخرج وأنا أسمع أصوات المؤذنين في البصرة؟ قالوا ما أخرج معكم. الخوارج الصفرية والنقدات والأزارقة، هذا الخوارج والأزارقة هم قبل حملوا السيف، ثم جاءهم النقدات كذلك، ثم الصفرية، وهؤلاء كلهم من حاربهم الإباضية. فلذلك يعني فلا يجمع بينهم جامع كما يقول علماؤنا، لا يجمع جامع بين الإباضية والخوارج إلا قضية التحكيم فقط، إنكار التحكيم الذي حدث بين الخليفة الشرعي علي بن أبي طالب وبين معاوية بن أبي سفيان الخارج عليه في صفين، ولا ما شيء جامع على الإطلاق بينهم. المهم لما قضى الإمام الجولند بن مسعود على جيش الصفرية الخوارج، إذا بخازم بن خزيمة التميمي الذي كان يطارد شيبان وصل إلى عمان، ولا يزال الإمام الجولندي وجيشه اليوم الجولندا وجيشه في جلفار. فجاء فطلب أولا مقتنيات شيبان، ثم طلب إعلان الولاء والطاعة للدولة العباسية. طبعا تشاور الإمام جولند مع قادة جيشه ومع العلماء، فقالوا ما يمكن، أولا هذه مقتنيات شيبان هي لورثته، والولاء لا يمكن، نحن قمنا دولة شورية باجتماع المسلمين باجتماع أهل الحل والعقد من عمان، وقمنا دولة، ما يمكن نعلن الولاء للدولة العباسية وإحنا أساسا يعني رأينا عدم الطاعة، عدم جواز الطاعة لها، ما يصير هذا الشيء. فحدثت المعركة بين الإمام الجولندا وجيشه وبين خازم بن خزيمة والجيش العباسي.
طبعاً أحياناً الشجاع يؤتى من مكمنه كما يقال. خازم بن خزيمة دبر الحيلة. أحياناً الإنسان لو يكون شجاع لكنه كما يقول لك عندما تأتي الفتنة أحياناً يعني البصر حولها ما يكون متضح. طبعاً ذيك الأيام كمعسكر عاملين وشالين عوائلهم معهم، يعني في السابق كانوا يأخذوا نساءهم ويأخذوا كذا لخدمة طبعاً المقاتلين، لخدمة أزواجهم في الجيش، لخدمة كذا والطبخ. فعاملين معسكرات من مواد سعفية، المعسكر من مواد سعفية، تعرف أنت من السعف من حتى أن وقت لما أحس خازم بن خزيمة وقادة جيشه بالغلبة عليهم عمدوا إلى حيلة فالتفوا من وراء الجيش العماني فأحرقوا المعسكر الذي هو مكون من مواد سعفية وفيه عوائل وذرية، فحتى يحموا ذراريهم، يعني حتى يحمي الجيش العماني ذراريهم في المعسكر النساء وأولاد وأطفال أكثر نساء، جاءوا لكي ينقذوهم فالتف إليهم الجيش العباسي من المقابل، فطبعا قتل غالب الجيش العماني، وقتل طبعا الإمام الجولندا بن مسعود، وقتل في آخر شيء الإمام الجولندا وقائده وزيره وقائده هلال بن عطية. هلال بن عطية هذا هو خراساني من خراسان، درس أيضا مع الإمام الجولندا مع الإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة، وجاء ليساند زميله الإمام الجولندا بن مسعود. فلذلك يعني الشيخ سالمي يعني يقول يعني في 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 في, في الجوهر يعني قال الإمام لهلال ما ترى؟ قال تقدم وأنا في من جرى. تقدم الإمام حتى قتل، وقتل القاضي وراه مقبلا، كان لهم كأسد في الشوكة وكعقاب الجو عند الصولة، تعجب الخصم ومن رآه بذلك الحال وما أبداه، أبدى شجاعة تثير الذهن مع بسالة عليها يثنى، فاستشهدوا وقد حوت جلفار مصرعهم جاءت بذا الأخبار. وإلى هنا نقف لهذا الحديث، وهو فيه يحتاج شوية إلى بعض الشرح وبعض القضايا في عهد الإمام بن مسعود وبعض الأحكام وبعض الأحداث، ولكن إن شاء الله عسى أن يتاح لنا وقت آخر يعني لنتحدث فيه. ولذلك كما قلنا أخذتنا الشجون لما ذكر الإمام الجولندا بن مسعود، هذا الإمام العظيم الذي هو أول إمام بقطرنا العماني. ويعني أشكركم جزيل الشكر على الدعوة، وأشكر القائمين على هذا المسجد على هذا الإنجاز الرائع، الإنجاز الإسلامي الذي إن شاء الله سيكون مركزاً إسلامياً ينفث أشعة إسلامية من هذا المسجد إن شاء الله. والشكر موصول للجميع، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.